سعد مساكم أنا أصدقائي وأهلي وأحبتي، وشكرا لكلمة تطمن علي. أنا الحمد لله اليوم طلعت من المشفى بعد أنه أجريت عمل جراحي لإيدي اليمنى، ركبت 10 براغي وصفيحة باليد نتيجة سقوطي بريجار لمشروع دمار. عفا مطعم الكوخ كانوا فاتحينه ومو مسكر، حسب ما فهمت اللي فاتحينه جماعة مطعم الفاروق. بغض النظر اليوم هذا الإهمال وهذا الاستهتار، يعني هذا الريجار لو سالت فيه ولد صغير بيروح فيها وما حدا بيدرى فيه، لأنه أساسا الوقت كان شي 1:15 وما في حدا. يعني أنا ضليت شي ربع ساعة بأرضي عم بصرخ وعم بطلب مساعدة بصراحة وما حدا إجا. الفكرة من الفيديو مو إنه أنا شو عملت ولا شو ساويت، الفكرة من الفيديو إنه خلينا نكون شوي هيك يعني واعيين، يكون في شوية محبة، نفكر ببعضنا. يعني هذا الإهمال هو سبب أذى. اليوم أنا أذيت وأذيت كثير، وممكن كان حدا غيري ينأذى لسه أكثر، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. ونتمنى فعلا اليوم سواء من المحافظة ولا من أي جهات تانية ولا حتى من المطاعم ولا أي حدا، خلاص فتح ريجار يضل واقف جنبه، خلص شغله بيسكره. ما بنسمع غير كل كم يوم بالعتم وقعوا بريجار، وبنهار وقعوا بريجار، وبعدين بهالقصة. الله يحميكم أصدقائي، وشكرا كثير، وإن شاء الله ما حدا بينضر ويعافي الجميع. تحياتي.